هاي، هلو هلوز، واهلا بكم في فيديو جديد من قناة هانا تاون. شفت ناس كتير بيرسموا بالملح وبيحطوا الالوان عليه ويرسموا بيه، فقررت اجربه النهاردة معاكم. يلا خلينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ متنسوش تشتركوا في قناتي قناة هانا تاون. وخلينا نبدأ. هنحتاج اي علبة بلاستيك مش عايزينها عشان نخلط فيها الحاجات، وجبت علبة كنت حاطة فيها ملح قبل كده اهي. نحتاج الشيء اللي هنحط عليه اللون، وهو اسمه بلاستيك او مش عارفة كده، واللون اي لون عادي، انا اخترت اللون الازرق. هناخد 3 معالق من الملح العادي، وهنحط عليهم 4 معالق من البتاع الابيض ده اللي هنحل دلوقتي مش عارفة اسمه ايه، واللون اللي احنا جايبينه في الاخر، وانا اخترت اللون الازرق زي ما قلت لكم. هنقعد نقلب نقلب كتير لحد بقى ما كله يتخلط مع بعض، ويستحسن تقلبه بمعلقة بلاستيك مش هنستعملها تاني. قلبت حوالي 5 دقايق. لو جربتوها اعملوا كمية صغيرة عشان بتنشف لو سبتوها شوية، يعني اكتر من ساعة او ساعتين. وده شكلها النهائي، هي فيها كتل بس كل ما بقلب اكتر كل ما بتسيح كلها مع بعضها. لونها بجد روعة وعجبني جامد. هجيب اي ورقة دلوقتي عشان اجرب عليها اللون، وهجيب دلوقتي اي فرشة. استخدمت الفرشة دي بس قبل ما الون بيها هحط عليها مية، ودلوقتي هنلون. اللون بجد طالع حلو قوي قوي قوي، وبيلمع جامد، يعني اكتر من ما تحطوا اللون العادي. لا، لما حطيت الملح بقى بيلمع اكتر. بصوا انا من اول ما خدتها على الفرشة وانا حاسة ان هي هتبقى لونها حلو قوي، وبجد بتدي منظر جامد لو انتوا لونتوا بيها. بس انا قررت اجربها بس وبعد كده هبقى الون بيها. بصوا هي كمية صغيرة فما كملتش الورقة، يعني لو انتوا عايزين تكتروا الكمية براحتكم عادي. لو لونتوا باللون ده بقى رسمة بحر هتبقى طالعة حلوة قوي. خلاص العلبة خلصت وكده، خلص اللون، وده اللي انا لحقت الونه. حرفيا حلوة قوي، وهبقى اجربها تاني اكيد والون بيها معاكم. بس هبقى اجرب نوع ملح احلى، يعني كان في كتل كده، وكمان اللي مش حلو فيه ان هو بيتقل الرسمة قوي او الورقة قوي، يعني بهدلت المكتب بتاعي كله في سبيل التجربة. بس مش مشكلة، خلاص عجباني قوي. لو عجبتكم متنسوش تدوسوا على زر اللايك والاشتراك في القناة، يعني حلو قوي بجد. وبس كده، شكرا على المشاهدة من قناة هانا تاون. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وباي.